لمدة ساعة ونصف من الوقت وتحت عنوان قطع الأعناق من قطع الأرزاق، نفذ عدد من أصحاب وموظفي المؤسسات والمحال التجارية في صيدا تحديدا عند شارع بولفار نزيه البزري اعتصاما قطعوا في خلاله مداخل صيدا عند مستديرة إيليا، وذلك احتجاجا على الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعانيه المدينة نتيجة استمرار اعتصام الأسير بمشاركة عدد من هيئات وفاعليات المدينة. المعتصمون وإذ أكدوا أن تحركهم اقتصادي بحت طالبوا الدولة بالتحرك لتفادي المزيد من الخسائر. إننا اليوم في اعتصامنا السلمي الرمزي نطلب من الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة لجهة رفع الظلم عنا وعن عائلاتنا وعائلات عمالنا، وتقوم بفتح كل طرقات لبنان وخاصة أوتوستراد دكتور نزيل بزري. هذه خطوة تحذيرية يلحقها خطوات تصعيدية قد تصل إلى إقفال كافة مداخل المدينة. في المقابل تداعت الهيئات والفاعليات الصيدوية إلى عقد اجتماع في مقر غرفة التجارة في الجنوب وتدارست التطورات الأخيرة لا سيما الوضع الاقتصادي. مطالبة السلطات اللبنانية إلى تحمل المسؤولية الكاملة لفك أسر المدينة بأقصى سرعة ممكنة وإزالة كل عناصر وكل المصائب التي تسير إلى مدينة صيدا وأهلها ودورها الاقتصادي والوطني. تجدر الإشارة إلى أن مدينة صيدا شهدت توزيعاً لمناشير وبيانات منددة باعتصام الأسير، بعضها وصف الاعتصام بالسيرك البهلواني.